دخل ديم إلى المطبخ وتوجه مباشرة إلى الرزنامة. وضع ديم علامة على تاريخ اليوم، ودخلت دام إلى المطبخ وتوجهت مباشرة إلى الرزنامة ووضعت علامة على البالون الصغير. هي لا تعلم أن ديم وضع علامة على تاريخ اليوم. ديم، إنه يوم ميلادنا اليوم. رائع، سأحصل على الهدايا اليوم. دام أعطت ديم رزمة حمراء. لحظة واحدة دام. توجه ديم إلى الخزانة وجلب رزمة خضراء. تبادلا وتساءلا عما في داخلهما، فتحا الهديتين ووجدا زوجين من الزلاجات. مرت جيمي وماكس من أمام منزلهما وسمعا ديم ودام يضحكان. اقتربت جيمي وماكس من النافذة وشاهدا دام تخرج قالب الحلوى التي اشترته البارحة، وديم يخرج علبة شموع. وضع الشموع على قالب الحلوى واحدة تلو الأخرى وبدأ يعد. واحد، اثنان، ثلاثة. هذا بطيء. أخذ ديم الشموع ووضعها على قالب الحلوى دفعة واحدة. دخلت دام لترى كم شمعة وضع ديم على القالب، وقالب الحلوى مملوء بالشموع. بدأ ماكس وجيمي بالضحك أيضا. وصلت نيل الآن. نيل، انظري. في الداخل يقوم ديم ودام بنفخ البالونات. دام تنفخها بشكل جيد، ولكن ديم يريد أن ينفخ بالوناً كبيراً جداً. طبعاً انفجر البالون. وصل الدب الآن. مرحباً دب. في هذا الوقت أصبح ديم ودام جاهزين، ونظفا المكان وعلقا الزينة وزينا قالب الحلوى بالشموع وعلقا البالونات. ولكن أين الضيوف؟ ما كان هذا؟ فتحت دام النافذة وسألت عما يفعلون في الخارج، ثم أطل ديم برأسه. لقد أخطأتما يا ديم ودام، فيوم احتفالكما يوافق غدا. إن كل شيء جاهز، فلنحتفل الآن. وافق الجميع وذهبوا إلى منازلهم ليحضروا الهدايا. وأخيرا جلس الجميع في منزل ديم ودام يستمتعون معا ويتناولون قالب الحلوى بعد أن فتح ديم ودام هداياهما. أتعلمون ما الممتع في الأمر؟ غدا هو يوم ميلادنا مجددا. سيخلد ديم ودام إلى النوم، عليهما الاستيقاظ باكرا غدا. تصبح على خير ديم، تصبحين على خير دام. إلى الغد.